Lo so dani, so dani, lo so dani, lo so dani, so dani, lo so dani. Lon is back, the American rapper. والله اكثر واحد عنده شي فايب امريكاني هو لون، اكثر واحد كتمسك ليه وكتحس بالفايب، ماشي الطريقه باش كيرابي، الفايب ديالو كتحس به امريكاني، ما كتحسش به. الا ما كنتش كتعرف المغربيه تقد تشك باش كيرابي هذا الصوت هذا. واليوم زينا فيتشورين مع كاثاغ. صراحة شكون باصات، صراحة ما كنعرفوش. وسمحوا لي، عرفتي فين ما كنزعم نقول ما كنعرفش شي واحد، وابل من الكومونتيرات اللي كيعرفوا داك الصاط وكيردوك انت ما عارف لا شيء في الحياة، ناري ما عرفتيش. وهاد القضية مغربية، هاد القضية هادي فهمتي، ناري ما عمرك ما مشيتي لهاد البلاصة، انت راك انت راه مسالي العالم كامل وما مشيتيش غير لشي حفرة، ناري ما عمرك مشيتي لديك البلاصة، ناري. وكيبدا يتبورش عليه، ناري ما كنتيش معانا في الصوارية، ناري اش دوزنا، كتلقاهم جالسين حاطين شوية ديال الزريعة وجوج كوجاك وديك اللعيبة راه رولنا. والله عرفتي عندنا هاد اللعيبة تاع غير كيلقاك ما عارف شي حاجة، نيري ما عارف والو، الحياة ديالك مشات في الزيرو. علاش؟ حيت ما عرفتيش شي حاجة هو عارف. ايوا اش غدير؟ وكتعيا ما تشرح، تعيا ما تشرح، تعيا ما تقول ليهم، وتعيا ما تقول، وتعيا وتعيا وتعيا، ولكن قلال اللي كيفهموا، قلال اللي كيفهموا كيشدوا النغمة ديال التويشيات. وغنعاودو نلخصوها، ماشي عيب ما تكونش عارف، باسكو الحياة فيها بزاف ما يتعرف. لعيبو انك ما تكونش عارف ودير راسك عارف. واجي باراك. هادي برود، وهادي برود، هادي برود اصاحبي. ويلا درت رياكشن للمورو، ما عرفتش شنو وحده فيهم غادا تسبق في هاد النهار هذا. والله ما سمعت لا برود بحال هادي عند مورو، سمعت مزيكا ولكن الضربه كي خرجت هنا كتفيقك. انت بديتي كتمزك، بديتي كتسمع موسيقى، بديتي كتسمع موسيقى، واو لا الضربه كي خرجت انا عاودو عجبتني. ما في خباركم الشاش كان دي جي شحال هادي؟ دي جي، دي جي اماتور. بلاشي بلاشي التراك هذا بلا هو بدا بلا ما نكون مستعد، وحق الله ديجا الضربه كي بدات ولون ديجا داخل المكسيري. يا لون تالنت هذا الصوت هذا. هذيك مرايا كيخرجها انصوات اللون. خليك ديما في بلا ما تحدك حتى شي الارم، 2021 دخل فاي فاي، شحال حاجه مشيت وخليتها مواي، كنا غنكونو زوينين حتى لي لايت، خليني مع راسي بوحدي غادي داي، انوذر ما نطيحش، بنادم ما نفيقش، حياتي كيما بغيتو براذر انا غادي نعيش، انا غيبا اتها بعد وان، حياتي باغي نكون انا لي نمبر وان، لا لا نمبر وان، لا انورمال انورمال اليوم، والله لا انورمال صراحة. اللون اللي متلاولة فاش بان اللون اللي متلاولة وكانوا شي تخربيقات وشي لايفات، والله الا كنت حاقر لون، والله كنت كنقول اصاحبي حيدوا الهضرة، رانا موسيقى رانا نتمزكو، واه والله الا ست ليا فمي وحق الله، والله حتى كيمزك، والله حتى كيمزك لون. واخا انا صراحة راه كنقول الناس اللي متبعيني عارفين اني ما عنديش مع ما بغيش الراب المغربي يكون كله كيشبه الميريكان، نو سينو نمشي نتمزكو في ميريكان، نمشيو نشوفو ميريكانيين. انا راب مغربي بغيت تكون عنده لاتوش
مغربيه، نكونوا عارفين القواعد ديال الراب، عارفين كل شيء، ولكن تكون ديك اللمسه مغربيه. ولكن صراحه لون كيصدمني، تراك مرة تراك كيصدمني هذا الصوت هذا. برافو صراحه، صراحه واو، ديك ما كيبان كلشي، كلشي غادي مقاد. عرفتي باش كتعرف تراك غادي مزيان، كلشي غادي مقاد، لانستروي مع كي كيغني هو مع الفايب، مع كلشي غادي، وهادشي اللي طاري هنا. عرفتي واحد ال... واحد ال... واحد الفايب غادي في التراك هذا بزاف. رجعوا شويه اختي في اللور، اختي في اختي. تا هو هاد الصوت هذا، تا هو الطريقة باش كي باش كيغني، تا هو شاب بحال مكونيكتي مع لون. تا هو 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 تشاج دقائق 55 ما خلاوش لي سباس في التراك هذا، ما فيه عرفتي. من بدات الضربه مع بدالون مع اونشين الاخر مع رجعوا هما بجوج شويه عاوتاني لا، ما فيش الفراغ التراك هذا. في غير دقائق و55 اللي كدي مزيكا معاك، كاين شي تراكات تبقى فيهم 4 دقائق وفي 30 ولا 50 ثانيه ديال في الاول ومسالف في 50 ثانيه في الاخر، يعني مشات واحد دقيقه ونص ولا اكثر من دقيقه ونص في الروفران كيتعاود ثلاث المرات وكتلقى كاتب لك 4 سطوره. والله راه شي فليب، خاصكم بدا تردوا البال مع الدياسك اللي عجبك، شوف شنو اللي كتسمع، شنو اللي هذه، شو المجهود اللي ضرب بنادم في داك التراك، شحال كتب، شحال عصر راسو. هذا كيف ما قلت في التراك الاخر ديال سنور، التراك الاخر ديال سنور زوين، فيه الرفران كيقد يجذبك هذا على ديك الموسيقى اللي عندك مع داك السيل ديال الموسيقى التويشيه. وين ملي كتجي تشوف الكتابه شنو اللي كتب لينا سنور تمايا، فهمتي داك الشيء ليميتي، كاين واحد 8 سطور اللي تكتبو ميم با، ولا الا جبنا حسبنا كلمه راك تحس بالتراك واحد 40 ثانيه. مي هنا التراك عامر، ملي بدا التراك وغادي وانت كتسمع في المزيكا، فهمتي كاين معش ما رديتش ميم با البال واش كاين شي رفران، كاين واحد الرفران اللي طلع به الساط وقير ما داز دغيا دغيا. نمبر 1 هذا الرفران فلوس ransom beats ransom beats دار لهم لا برود جميل اخويا والله لا برود يا سلام يا سلام على لا برود يا سلام. هذا تراك زويون، هذا تراك زويون، فهمتي تراك زويون كتمسك لي موسيقى داز الفيلينغ داز اي حاجه صراحه عجبني صراحه. تراك زويون دير حطه في ودنك وتمزك ما تخرجش ما تندمش، تمزك ما تندمش. ايوا وكاين اللي كيمزك وكاين اللي ما كيمزكش، شويه هذه الحياه. وكاين اللي كل واش نو داير كل و كيدير، والموسيقى راه ما ساهلاش، الموسيقى راه ما ساهلاش، اللي كيصحاب الموسيقى ساهله راه ما ساهلاش. حنت تقد تخرج تراك بحال هكا عجب بنادم، ولكن بعد خاصك تخرج لهم
تزيد تعجبهم. يعني خاص دير ما احسن وتبقى دير ما احسن, وهذا وهادشي اللي كيتسنى البيبليك, كيتسنى ديما غير ما احسن ما احسن ما احسن. سو بالنسبه للصاط الا ما كانش عنده واحد الفكر موسيقي متطور اللي قد هذا ويساير وغادي هذا كيضرب تراك جوج يقد يحبس ولا كيهبط النيف ولا هذا, واللي مريقلين راه كيطولوا وكيبقاو غاديين شادين. هذا ما كان اش بان لكم نتوما في التراك هذا, والناس اللي كيعرفوا كاتوغ غادي نقلب ليه من بعد, من اللي كيعرفوا يكتبوا لنا دي كومونتير عليه. شكرا لي كومونتير الناس زوين كيعطونا لانفورماسيون, هذا فلان راه هو هذا وهذا وهذا, كيعطيك الرغبه انك تمشي تقلب عليه وتابونا عنده ولا شي. هذا ما كان, شكرا الناس اللي تفرجوا حتى لدابا, خليو شي كومونتير زوين بحالكم ودير لايك الا بقيتوا لهنا وتفضلوا.